بياخدوا ملايين رغم انهم مجموعه من المطربين، وده اللي خلى ثروه بعضهم تتضخم. ومش بس يبقوا مليونيرات، ده في منهم مليارديرات، عشان تذكره الحفله بتاعتهم ممكن توصل لالاف الدولارات لو حبيت بس تقعد وتتفرج عليهم في الصف الاول. فتعالوا معايا اعرفكم على اعلى 10 مطربين اجرا في مصر والعالم العربي. في السنين الأخيرة دي بقى حضور حفلة من حفلات النجوم الكبار اللي زي مثلا الهضبة ولا كاظم ولا حتى نمبر ون ولا منير شيء ولا في الخيال، وكأنك بتحضر نهائي كأس العالم، لأن التذكرة بقت بالشيء الفلاني وأخيرا بالدولار. والحفلات كمان بقى فيها ليزر وألعاب نارية وكمان تجهيزات جبارة، وده طبعا اللي خلى أجور المطرب من دول بالدولار. فتعالوا أقول لكم أكبر 10 مطربين بياخدوا أجور. بيجي في المركز العاشر النجم أحمد سعد، وده طبعا لأنه مكسر مصر في السنين الأخيرة بأغانيه زي وسع وسع وعليك يا عيون وغيرها كمان، وبياخد في الحفلة الواحدة يدوبك مبلغ 100,000 دولار في الساعة الواحدة. في الخليج وفي مصر بياخد مبلغ 2 مليون جنيه. من بعده بقى بيجي في المركز التاسع الفنان حكيم بكل تاريخه وأغانيه الشعبية، وده بياخد بقى مبلغ 150,000 دولار في الساعة الواحدة و3 مليون جنيه في مصر، ويعتبر من أغنى الفنانين عموما. أما بقى في المركز الثامن فده محجوز للفنان اللبناني وائل كفوري، وده بقى متواضع جدا عشان كده بياخد مبلغ 200,000 دولار، ومعاه الفنان هاني شاكر بنفس الأجر برضه، وفي مصر بياخدوا 3 مليون جنيه زي حكيم اللي بقى الغلابة تسمع. أما بقى فوقش محمد فؤاد فده بقى بتعتبر حفلاته قليلة، وبيجي بقى في المركز السابع وبياخد مبلغ 220,000 دولار بره مصر. وبالنسبة بقى لجوه البلد بياخد مبلغ 3 مليون جنيه هو وفرقته. واللي محتل بقى المركز السادس فهي المطربة شيرين عبد الوهاب، ودي بقى بتاخد مبلغ 250,000 دولار بعد ما كانت بتاخد 200,000 بس، وده بقى قبل ما تدخل في خلاف مع جوزها السابق. كمان بتاخد جوه مصر مبلغ 3 مليون جنيه ونص، وده بقى السبب اللي خلى حفلاتها تقل بشكل كبير عشان طبعا غاليه سيكا. خامس حد معانا بقى وهي الفنانه هيفاء وهبي اللي بتاخد في الحفله مبلغ 300,000 دولار في الساعه، وفي مصر بتاخد مبلغ 4 مليون جنيه. بعدها على طول بيجي النجم الكبير الفنان محمد حمائي واللي بيحتل المركز الرابع، وكمان بيتقاضى مبلغ 320,000 دولار في الخليج، وجوه مصر 4 مليون جنيه. والمفاجأة بقى ان الكينج محمد منير احتل برضه نفس المركز وبياخد نفس الاجر. وبخصوص بقى المركز الثالث فده كان من نصيب الفنان راغب علامة والفنانة اليسا اللي بياخدوا نفس المبلغ وهو 350,000 دولار في دول الخليج. اما بقى في مصر فبياخدوا مبلغ 4 مليون ونص جنيه في الحفلة الواحدة. بنيجي بقى للمركز الثاني، وده محجوز من نصيب الفنان تامر حسني وكمان نانسي عجرم اللي بياخدوا مبلغ 400,000 دولار في دول الخليج. أما بقى بالنسبة لمصر فبياخدوا مبلغ 5 مليون جنيه. أما بقى الوحش الكبير والحوت الخطير فهو الهضبة عمرو دياب اللي في المركز الأول، وده بياخد مبلغ 700,000 دولار بالنسبة للخليج وأوروبا. أما بقى بالنسبة لمصر فبياخد مبلغ 10 مليون جنيه، ده غير بقى طلباته الشديدة اللي بتكلف بالقوي، لأنه بيطلب مسرح ضخم وإضاءة مش عادية وكمان ألعاب نارية ونظام صوتي متطور، عشان كده الحفلة ممكن تقفل 20 مليون جنيه على الأقل. وفي النهاية بقى ربنا يرزقنا برزق أوسع منهم. قولوا آمين، ويا ريت تعرفوني مين اللي أجره لفت نظركم في الليلة دي.